الأمن قرر منذ قليل عقد جلسة عاجلة اليوم لمناقشة الوضع في سوريا. برأيكم متابعينا، هل هذا القصف هو مجرد رسالة تهديد أمريكي لنظام الأسد للضغط عليه من أجل وقف استهداف المدنيين، أم ربما تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التصعيد العسكري الأمريكي ضد النظام السوري، خاصة مع تأكيد البنتاغون أنه لا توجد خطط في الوقت الراهن لتوجيه مزيد من الضربات العسكرية إلى النظام السوري حتى الآن؟ هل من الممكن أن تعيد هذه الضربة برأيكم، أن تعيد هذه الضربة رسم خريطة التحالفات في المنطقة فيما يتعلق بالأزمة السورية، وربما تشهد تحالفات جديدة بعد هذا القصف الأمريكي؟ وماذا عن رد الفعل الروسي والإيراني المتوقع بعد هذه الضربة؟ ماذا أيضا عن مستقبل الأزمة السورية في ظل كل هذه المعطيات؟ هل نحن ماضون باتجاه تسوية سورية وحكومة انتقالية، أم أن الوقت ربما لا يزال مبكرا للحديث عن أي تسوية وانتقال سياسي في سوريا؟ بالطبع ننتظر مشاركتكم وتعليقاتكم حول آخر التطورات في سوريا بعد هذه الضربة العسكرية الأمريكية. أيضا بإمكانكم أن تشاركوا معنا على الهواء مباشرة في هذه التغطية، ارسلوا لنا رسالة على صفحة الجزيرة مباشرة على فيسبوك، وسوف نقوم مباشرة بالاتصال بكم حتى تعبروا عن آرائكم على الهواء مباشرة معنا في هذه التغطية المباشرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في أول رد فعل له بعد هذه الضربة: دعوت كل الأمم المتحضرة إلى السعي لإنهاء المذبحة وإراقة الدماء في سوريا، وأمرت بضرب القاعدة الجوية التي انطلق منها الهجوم الكيميائي في سوريا. ترامب أيضا قال إن الأسد استخدم غاز الأعصاب لقتل الكثيرين، وما حدث في سوريا يعتبر عارا على الإنسانية. البنتاغون من جانبه قال إن هذه الضربات استهدفت طائرات وحظائر طائرات محصنة ونقاط تزويد وقود ومخازن للذخائر وأنظمة دفاع جوي ورادارات. النظام السوري من جانبه قال إن الهجوم الأمريكي تصرف أرعن وغير مسؤول وانجرار وراء حملة وهمية ودعية. كان هناك بيان للجيش السوري قال إن واشنطن أقدمت على ارتكاب عدوان سافر ضد إحدى قواعدنا الجوية، وأضاف البيان إن الرد على الضربة الأمريكية سيكون بالاستمرار في سحق ما وصفه الجيش السوري أو جيش النظام السوري بالإرهاب. الإخبارية السورية نقلت عن مصدر عسكري إن العدوان الأمريكي استهدف قاعدة جوية وأدى إلى وقوع خسائر ومقتل 6 من قواته، بينهم ضابط برتبة عميد. أيضا فيما يتعلق بردود الأفعال، موسكو أعلنت وقف العمل ببروتوكول التنسيق الطيران في سوريا مع واشنطن، ووزير الخارجية الروسي قال إن التصرفات الأمريكية تذكرنا بغزو العراق. أيضا على صعيد ردود الأفعال، طهران قالت إن الضربة الأمريكية تؤكد أن واشنطن ما زالت تقاتل إلى جانب تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، ومن جانبها أيضا أدانت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الهجوم، وقالت إن الضربة الأمريكية على قاعدة عسكرية في سوريا توصف بأنها إرهاب. لكن على الجانب الآخر، وزير الخارجية التركي قال إن تركيا تصف الضربة الأمريكية على قاعدة للنظام السوري في حمص بأنها إيجابية، ودعت أنقرة لاستمرار الضربات لمعاقبة الأسد ونظامه دوليا. مصدر سعودي أيضا أعلن تأييد المملكة العربية السعودية للضربة الأمريكية في سوريا. إذن لا تزال ردود الأفعال تتوالى بعد هذه الضربة العسكرية الأمريكية على سوريا. أيضا أنتم مدعون مشاهدين للمشاركة معنا في هذه التغطية المباشرة التي تأتيكم على الهواء مباشرة على صفحة الجزيرة مباشر على فيسبوك. شاركوا معنا بالتعليقات وأيضا بالمشاركات المصورة على الهواء مباشرة. معنا اتصال هاتفي،
احد المشاركين عبد الله احمد من مصر. تفضل سيد عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. نعم استاذنا، انا مع الضربه الامريكيه لبشار، وانا ارى ان هذه لها ما بعدها. اسمعني سيدنا. سيد عبد الله تفضل. نعم، وايران تستفز الرمز وتجعله يحصل عليها اصلا هو لم يثبت على هذا. طب هل تعتقد انها ان هذه الضربه ستكون ضربه واحده وتنتهي، ام ربما تشهد الايام المقبله مزيد من التصعيد العسكري الامريكي ردا على استهداف النظام السوري للمدنيين وقصف المدنيين بالكيماوي؟ عبد الله تسمعني؟ طيب يبدو أن المتصل الكريم لا يسمعني، يعني جرب مرة أخرى أن تتصل بنا. عبد الله أحمد في كل الأحوال أشكرك شكرا جزيلا. بإمكانكم أيضا متابعينا عبر صفحة الجزيرة مباشر أن تشاركوا معنا في هذه التغطية الحية والمباشرة بعد هذه الضربة العسكرية الأمريكية لإحدى قواعد النظام السوري في حمص. لازالت ردود الأفعال تتوالى. مجلس الأمن أعلن عن جلسة طارئة اليوم لمناقشة آخر الأوضاع في سوريا. بانتظار تعليقاتكم ومشاركتكم أرسلوا لنا برسالة عبر صفحة الجزيرة مباشر، وسوف نقوم بالاتصال بكم على الفور لمعرفة ردود أفعالكم وماذا عن توقعاتكم خلال الأيام المقبلة بعد هذه الضربة وبعد ردود الأفعال التي ظهرت حتى الآن. هل من الممكن أن تستمر هذه الضربات وما هو تأثيرها على النظام السوري؟ ما تأثير هذه الضربات أيضا على خريطة التحالفات في المنطقة فيما يتعلق بالأزمة السورية؟ الفترة الماضية كان هناك نوع من التقارب الروسي التركي لحل الأزمة السورية وما نتج عنه من مفاوضات أستانا. بعد هذه الضربات هل تتوقعون استمرار هذا التنسيق، أم ربما تكون مفاوضات أستانا قد انتهت عمليا؟ أيضا كان هناك حديث عن تقارب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي بوتين. هل بعد هذه الضربة العسكرية التي رفضتها روسيا هل تتوقعون استمرار هذا التنسيق، أم ربما خريطة التحالفات ستشهد مزيد من التغيرات في الأيام المقبلة؟ انتظار تعليقاتكم ومشاركتكم. نبدأ في استعراض بعض التعليقات التي أتتنا حتى الآن على صفحة الجزيرة مباشر. أنس يقول: تسرع في القرار الأمريكي يثبت أن الرئيس ترامب غير خبير في العلاقات الدولية. رياض: اكتفوا بالكلام والتنديد والاستنكار. محمد الطيب يعلق بالدعاء: اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج أهل سوريا من بينهم آمنين. ياسر اليافعي يعني له تعليق ساخر يقول: ضرب الحبيب مثل مأكل الزبيب. عمر البدراني: نعم من الممكن أن تستمر. عمر البدراني يتوقع استمرار هذه الضربات العسكرية الأمريكية خلال الأيام المقبلة، من الممكن أن تستمر لأن هيبة أمريكا قد انكسرت في عهد أوباما. فليعش ترامب، وهو يدعو على ما يصفهم بجبناء بشار الأسد وحلفائه. رياض يقول: أين المسلمين؟ حساب آخر: لو الدول العربية قطعت علاقتها مع روسيا وإيران فستغير روسيا موقفها من بشار. هذا الحساب يدعو الدول العربية إلى أن تغير تحالفاتها وعلاقتها مع روسيا، وربما
يمكن ذلك من الضغط على روسيا لتغيير دعمها لنظام بشار الأسد. عبد الله محمد يقول ضربة عسكرية واحدة من ترامب جعلت مواقف روسيا وحلفائها تتراجع إلى الوراء، لكن عبد الله ربما ترسل لينا مرة أخرى مزيد من التوضيح، هل بالفعل روسيا غيرت موقفها؟ يعني التصريحات الصادرة حتى الآن من وزارة الخارجية الروسية تندد بهذه الضربة، وربما أول رد فعل من موسكو أعلنت وقف العمل ببروتوكول تنسيق الطيران فوق سوريا مع واشنطن. ووزير الخارجية الروسي قال إن هذه التصرفات الأمريكية تذكرنا بغزو العراق. إذن التصريحات وردود الأفعال الروسية حتى الآن هي على طول الخط منددة ورافضة للضربة العسكرية الأمريكية. حساب باسم مهدي يقول الطغاة يجلون الغزاة، والحل الوحيد اليوم هو ضرب الدواعش والنظام بيد من حديد. حساب باسم أمين، نحن بحاجة لحل كافة مشاكل المنطقة وتأهيل المناطق المدمرة. حساب باسم عدنان محمد يقول إن هدف أمريكا من هذه الضربات ربما يبعث برسالة لروسيا تفيد بأن أمريكا لا تزال موجودة. ربما أمريكا خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة قد ابتعدت قليلا عن الملف السوري. من وجهة نظر عدنان يقول إن أمريكا الآن تقول إنها موجودة وموجودة بشكل قوي، وعادت مرة أخرى إلى الملف السوري من وجهة نظر هذا المعلق الكريم. أحمد شاكر، لابد من معرفة موقف مصر من الضربة الأمريكية، هل هي معها أم ضدها؟ وهو يقول نحن كمسلمين نحن مع هذه الضربة الأمريكية. عثمان يقول الفرج قريب بإذن الله. جاسم الجياشي، بشار بطل عروبي، هذا هو رأيه بالتأكيد. علي عبد الحميد، الضربة الأمريكية لتدمير الأسلحة الكيميائية الإيرانية وليس انتقاما لأطفال سوريا. حساب باسم رمزي، متى تكون هذه الضربة بقوة عربية مشتركة؟ ماذا ننتظر ولمصلحة من هذه المماطلة؟ إذن كان هذا جانبا من التعليقات، ودعونا نتوقف مع أحد المشاركين، معاذ هو من سوريا. أهلا بك معاذ. أهلا فيك أخي الكريم. أهلا وسهلا. هل تقيم في سوريا أم خارجها؟ أنا خارج سوريا. في خارج سوريا. نعم أخي الكريم، هاي الضربات يعني أكيد الواحد ما بيحب يدمر بلده، أو يعني كسوري أنا مثلا يعني ما بيحب الواحد يدمر بلده أخي الكريم، بس النظام أسرف بالقتل، أسرف بالتشريد، شرر نص الشعب السوري تقريبا. لا بيميز بين ولد، لا بيميز بين كبير في السن، لا بيميز بين امرأة، يعني هذا الشيء كثير صعب. ونحن أكيد يعني مع الضربات الأمريكية، ومع أنه يسقط النظام ويرحل ونرجع على بلدنا ونعيش بسلام وأمان. أخي الكريم، الشعب السوري ما بيحب القتل، الشعب السوري ما بيحب الدم، الشعب السوري بيحب السلام، بيحب الحرية، بيحب أنه يكون حر في بلده. طيب النظام، نعم. طيب هناك البعض من الذين انتقدوا هذه الضربة العسكرية تحدثوا عن السيادة، أن أمريكا اليوم ربما اعتدت على سوريا، وسوريا دولة ذات سيادة، وهي بذلك قد اعتدت على سيادة سوريا. أنت كسوري هل تعتقد أن الضربة الأمريكية اليوم مست السيادة السورية؟ أخي الكريم، ما في سيادة سورية مع هيك نظام فاشل وهيك نظام استبدادي. أخي الكريم، قبل أطفال نقتل بالكيماوي، واليوم أطفال اتفردت، واليوم نص الشعب السوري بالبلدان المجاورة أخي الكريم كله عايش يعني حياة مأساوية، يعني لا يمكن أن يتصورها. والعالم عم تستنى اللحظة اللي ترجع فيها على بلدها، ترجع فيها على بيوتها، ترجع فيها لعند أهلية أخي الكريم. يعني الوضع له 6 سنين وفايتين بالسنة السابعة، يعني أمر مأساوي. أكيد ما حدا بيحب يخرب بلده. وقلت لك الشعب السوري ما بيحب الدم، ما بيحب القتل، بيحب يعيش بسلام، بيحب يعيش بحرية. طيب هل تعتقد ان النظام السوري ربما يراجع نفسه بعد هذه الضربة او القصف العسكري الامريكي، ام ربما يتمادى في افعاله؟ كان هناك تصريح للنظام السوري قال ان
ربما بعد هذه الضربات سنواصل عملياتنا أو سنواصل سحق ما وصفوه بالإرهاب. هل تعتقد النظام سيستمر في استهدافه للمدنيين أم ربما يتراجع إلى الوراء؟ أخي الكريم، كل ثانية بظل في النظام على رأس السلطة وبالكرسي تبعه بيستمر بقتل المدنيين والميليشيات الإيرانية بتتمرد أكثر. أخي الكريم، نحن اليوم كشعب سوري يعني تقريبا ذاق جميع أنواع الذل، جميع أنواع القتل، جميع أنواع الهجرة. يعني أخي الكريم، مثلا الشعب السوري اللي قاعد بالدول المجاورة، أخي الكريم، يعني مو حياة، ما في حدا عم يساعده وما في حدا عم يقرب عليه. العالم بس بده النظام يسقط ويخف القتل، ترجع على بلدها تعيش بسلام وتعيش بأمان. اليوم صرح وزير خارجية سوريا أخي الكريم إنه ما صار مجزرة بالكيماوي، وإنه هيك هذا الشيء كله مرفوض تماما، والأدلة والمجلس الأمن هو تأكد من هذا الشيء أخي الكريم. يعني هي نظام بكل دقيقة بيضل فيه على السلطة، يعني بيصرف بالقتل أكثر من الأول. طيب، هل تعتقد أن هذه الضربة ربما أتت كرد فعل على استهداف النظام السوري لميت شيخون بالسلاح الكيماوي؟ هل تعتقد أن هذه الضربة ربما تكون ضربة وانتهت كرد فعل على استخدام السلاح الكيماوي، أم أن الأوضاع تغيرت وبالفعل سيكون هناك إرادة دولية لإزاحة الأسد؟ أخي الكريم، هلا أنا ما بعرف بالاستراتيجيات كثير وما بعرف دولية دولية، بس يعني روسيا طول ما بتستخدم حق الفيتو أخي الكريم أكيد عم تقوي النظام بهالشيء، وهذا الشيء كل ماله بيصرف بقتل الأطفال وبيصرف بقتل النساء وبيضيف لهذا الشيء عمليات تهجير كبيرة من السكان. أخي الكريم، أنا من أهل الشام، وقلنا 2012 طالع من بلدي بسبب الاعتقالات وبسبب الذل وبسبب الإهانات اللي سووها، يعني شيء ما بيتصدق أخي الكريم. وحتى لو ضربوا بهذا الكيماوي ردا على الضربة الكيماوية أخي الكريم، النظام من قبل ضربة الكيماوي هو عم يقتل العالم ويشردها ويقتل الأطفال وساوى كثير مجازر، يعني حتى قبل الكيماوي. فما بعرف إنه الرد إن شاء الله يكون الأخير أخي الكريم. بس شكرا لك معاذ على هذه المشاركة. شكرا جزيلا. معنا أيضا يوسف تمر، سوري مقيم في سويسرا. أهلا بك معنا يوسف، ولكن قبل أن أستمع إلى مشاركتك دعنا نتوقف مع بعض التعليقات التي أتتنا عبر صفحة الجزيرة مباشرة على فيسبوك. محمد يقول: وكأن الموت بالكيماوي يختلف عن الموت بالصواريخ والقذائف، إنها مسرحية بدأت ولم تنتهي ولها مواسم سنوية، وكأنهم يقولون لبشار اقتل كما تريد وكم تريد بشتى الطرق. جاسم الجياشي زياد يقول: الجيش الروسي سيعزز الدفاعات الجوية السورية. أهلا بك معنا يوسف. اهلا وسهلا. يعني ارجو ان تستمع معنا لبعض هذه التعليقات، ثم ساستمع بالتاكيد الى مشاركتك الكريمه. محمد يقول: يا امه ضحكت من جهلها الامم، اقسم بالله هذه تمثيليه سيئه الاخراج، كل ما في الامر امتصاص غضب الشارع بعد المجزره التي شهدها العالم كله. يوسف، هل تعتقد أن هذا رد الفعل بعد ما حدث في مجزرة الكيماوي، هل تعتقد أنه رد فعل وسينتهي، أم ربما يتغير الوضع الدولي وتكون هناك إرادة حقيقية لإزاحة نظام الأسد ومحاسبته؟ تحياتي أستاذي. بالبداية أحب أوجه تحية من قلب كل سوري حر إلى دونالد ترامب اللي ضرب القواعد العسكرية هاي المطارات لبشار الأسد، وتحديدا المطار اللي خرجت هاي الطيارات وضربت بالكيميائي على الشعب السوري. كنا حنحزن على هاي الطيارات لو دافعت مرة واحدة عن الشعب السوري، ولكن هاي الطائرات للأسف الشديد ما قصفت غير الشعب السوري وما ضربت غير المدنيين السوريين، ومرغت، وهاي الصواريخ مرغت أنوف الروس تحت التراب وبين التراب، وظلوا يتفرجوا على هاي الصواريخ. وهاي الصواريخ نحن كشعب سوري بنرحب فيها ونتمنى انه تستمر
بجميع مطارات الأسد، لأنه صدقا هذا السلاح فقط لقتل الأبرياء والمدنيين الشعب السوري ولا لأي غرض تاني. ولو روسيا هي صحيحة حامية عرين الأسد، ليش ما تدخلت بوقف هاي الصواريخ؟ ليش ما عارضت هاي الصواريخ؟ لكن روسيا هي حليفة الأسد على قتل الشعب السوري فقط. وفي نقطة مهمة أحب أحكيها أستاذي، صدقا إذا تجرأوا الروس وردوا على الأمريكان والأمريكان زودونا بمضاد طيارات، صدقا راح تكون الطامة الكبرى وراح تكون الخسارة الكبرى لروسيا. وروسيا خلي تعرف حجمها منيح، واليوم بظن روسيا عرفت حجمها منيح، ونحن بنتشكر دونالد ترامب. لكن يعني قل لي باعتقادك لماذا تغير الموقف الأمريكي هكذا بشكل مفاجئ؟ منذ أيام كان هناك تصريح للبيت الأبيض أن بشار الأسد هو واقع وليس من أولويات أمريكا الآن إزاحة الأسد، بل إن الأولويات هي محاربة الإرهاب في سوريا. الآن بعد ما حدث في خان شيخون جاء رد الفعل الأمريكي قوي وربما يكون مفاجئا على هذا النحو، هل لديك تفسير؟ نعم أستاذي. أول شيء يا أستاذي، آهات هالأطفال الصغار هزت جميع كل إنسان ذو ذرة ضمير. يعني آهات هالأطفال، لا ما في أحد في العالم غير روسيا وإيران تقدر تسكر عيونهم على هاي المجازر. يعني تتصور طفل عمره 10 سنوات هاي التنهيدات، والله نحن بهذيك الليلة ما نمنا. يعني كل انسان، انا هون في مدينة زيورخ في سويسرا، والله حتى السويسران قالوا لنا، قالوا نحن ما قدرنا نشوف هاي المناظر. لما رئيس دولة يضرب شعبه بالكيماوي، يعني لا يظن انه كل الرؤساء اوباما ولا رؤساء اخرين مثل بوتين رح يغضوا النظر عنه. اليوم في ادارة جديدة بامريكا، واليوم امريكا مستعدة تدافع عن قيمها اولا. يعني نقطة احب اوضحها استاذي، الروس بيقولوا ضربوا قواعد لمخازن لجبهة النصرة وتنظيم داعش. انا اتحدى روسيا طالع لي شخص واحد من جبهة النصرة ومن داعش في هاي المناطق. طيب ابقى مع يوسف، سأعود إليك بالتأكيد، لكن دعنا نستعرض بعض التعليقات التي أتتنا حتى الآن على صفحة الجزيرة مباشرة، وندعوكم أيضا متابعين عبر الصفحة أن ترسلوا لنا برسائلكم حتى نتمكن من الاتصال بكم، حتى تكونوا مشاركين معنا في هذه التغطية الحية والمباشرة على صفحة الجزيرة مباشرة. علي حميدة، أو ربما التعليق غير واضح، أبو حمزة، لو زودوا المعارضة بربع ثمن هذه الصواريخ كنا وفرنا الشهداء. عثمان يقال إن المنطقة المقصوفة هي أكثر منطقة تشكل تهديد لإسرائيل، فما صح ذلك؟ عبد الله، نريد الموقف المصري، يريد توضيح للموقف الأمريكي. عبد الله رياض يقول ضربة أمريكية بمساعدة روسيا وبشار ضد مسلمي سوريا، وحرب صليبية ضد الإسلام والمسلمين في ظل سكوت العالم، هكذا رأيه بالتأكيد. يونس رياض، لماذا لا تصدر الحكومة السورية بيانا تتوعد فيه أمريكا بالرد في زمان والمكان المناسب كعادتها مع إسرائيل؟ هناك تعليق آخر، روسيا تعيد أحداث أمريكا في العراق، أما أمريكا فقد تعدت على مخططات الروس. يعني التعليقات يوسف يعني الغير مستبشرة بهذه الضربة، ربما تقول إن لماذا لم تزود أمريكا المعارضة بالأساس بهذه الصواريخ، وربما لم تقم أمريكا بعمل حظر جوي على سوريا منذ سنوات، كنا تفادينا سقوط هذا العدد من الشهداء. ما رأيك يوسف؟ أستاذي في البداية بحب ما حدا يزاود علينا أنه إسرائيل ولا غير إسرائيل.
يعني 40 سنة 40 سنة نظامنا حامي حدود إسرائيل، وهاي نقطة انتهى. أما المقاومة والممانعة شفنا حاربوا في كل مكان، وطريق القدس كان بمر في 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 حلب وفي حمص وفي إدلب وفي كل المناطق، وما بتمر فقط إلى تل أبيب، يعني ما حدا يزاود علينا. وصدقا أنا كمواطن سوري يعني عندي نتنياهو ولا شارون أشرف من بشار ومن حسن نصر الله ومن من من ملالي طهران جميعا، ما حدا يزاود علينا. النقطة الثانية أستاذي، هدول الأشخاص هاي الأسطوانة المشروخة من هؤلاء القومجية نحن سمعناها من زمان، وين كانوا هدول الناس؟ طيب يا عالم، في 11 مليون سوري مشرد، ليش ما سمعنا كلمة واحدة عن هؤلاء؟ في مليون سوري قتل، مليون مدني سوري قتل واستشهد في هاي منذ 6 سنوات، ما سمعنا كلمة إدانة من هؤلاء، يعني ما حدا يزاود علينا. طيب في كل الأحوال، هل تتوقع استمرار ردود الأفعال بهذا الشكل ضد النظام السوري بالشكل الذي يتم معه انتقال سياسي في سوريا وتسوية للأزمة السورية قريبا ومنع مزيد من الانتهاكات من قبل النظام السوري، أم ربما هذا هو رد فعل مؤقت بعد ما حدث في خان شيخون وتستمر الأوضاع كما هي وربما تستمر الأزمة السورية سنوات وسنوات؟ أستاذ الكريم، في عندنا مثل عربي بيقول أهل مكة أدرى بشعابها. صدقا النظام السوري ما بيفهم غير بلغة القوة. قبل تسليم الكيميائي بيوم النظام السوري كان بيقول ما لا يوجد عندي كيميائي، مجرد لوح أوباما بالقوة سلم كل الكيميائي. أنا بظن هاي الضربة، ويعني وإن شاء الله تاليها ضربات أخرى، راح تكون بداية لانفراجها في الوضع السوري. يعني النظام السوري يعني كوجهة نظري أنا راح يضطر يمشي على الخط الدبلوماسي، وتكون انفراجه انتقال سياسي إن شاء الله، ويعني هذا اللي بنتأمله. أما إذا عند يعني ما بظن في قدام النظام السوري أي خيارات تانية إنه يعاند أمريكا دولة عظمى. الدولة العظمى هي أمريكا مش روسيا يا أستاذي. شكرا. روسيا عظمة روسيا ما استطاعت توقف 59 صاروخ أطلقته البارجة الأمريكية على النظام السوري. تؤيد هذه الضربة الأمريكية وربما تتفائل بنتائجها خلال الأيام المقبلة. شكرا لك يوسف طمر، سوري مقيم في سويسرا، شكرا جزيلا لك. كما زلنا في انتظار المزيد من المشاركات في هذه التغطية الحية والمباشرة للقصف الأمريكي لقاعدة عسكرية للنظام السوري، وما زلنا نرصد أيضا ردود الأفعال على هذا القصف الأمريكي، وما هي توقعاتكم خلال الأيام المقبلة بعد هذه الضربة الأمريكية، وهي أول ضربة بعد الأزمة السورية وبعد الانتهاكات المتعددة للنظام السوري بحق المدنيين هناك. نتوقف مع بعض التعليقات التي وردتنا حتى الآن على صفحة الجزيرة مباشر. حساب يقول على الشعب السوري والدولة السورية أن تتوحد حتى توقف سفك الدماء وموت الأبرياء، على الشعب السوري أن يخرج في مسيرة سلام يعلن الوحدة الوطنية السورية وأن سوريا وطن واحد شعبا وحكومة، هذا هو الحل. يعني أرجو مزيد من التوضيح عن أي حكومة تتحدث وعن أي شعب تتحدث سيد جيور. يعني ربما يرد عليك البعض ويقول يعني هناك مظاهرات مستمرة منذ 6 سنوات وهناك ثورة على الأرض ضد النظام السوري، والنظام السوري يقتل المدنيين والأبرياء. إذن أرجو توضيح لهذا التعليق، وإذا أردت أن تتداخل معنا لمزيد من الإيضاح حول وجهة نظرك أرجو أن ترسل لنا برسالة وسوف نقوم بالاتصال بك على الفور بالتأكيد. حساب باسم ابن مكة، روسيا باعت بشار والدليل التنسيق بينهم. أبو حمزة،
أمريكا لا يمكن أن تخسر دولار واحد إلا لمصلحتها. حساب يوجه لنا اتهامات، في كل الأحوال هذا رأيك. سيف علي، نريد بيان موقف مصر، يعني لا أعلم حتى الآن هل أصدرت مصر موقفا رسميا أم لا. حساب باسم دركي، كلها دراما، نحن سوريين أصبحنا كومبارس سواء مرة مع الخليج ومرة أخرى مع أمريكا ومع روسيا، كلها كذبة كيماوي وأمريكا اتفقت مع روسيا. يعني لا أفهم تعليقك على سبيل التحديد، يعني أرجو أن ترسل لنا بتوضيح حول هذا التعليق. جاسم، أثبتتم أنكم من خلال كلامكم أنكم عملاء، لا أدري ماذا تقصد تحديدا. عبد الله أحمد، أحيي ترامب على هذه الضربة وأرجو من ترامب أن يزود المعارضة بمضادات للطيران. عبد الله محمد، إيران، بشار العبادي، حزب الله، الحوثي، حفتر، السيسي، هي وجوه لعملة واحدة. هذا رأي عبد الله محمد بالتأكيد. حسن صبري، يستاهل بشار الطاغية. أبو حمزة، نتنياهو أمثاله ليسوا بأشرف من أحد، كلهم مجرمين. ربما يرد على أحد المشاركين معنا الذي قال إنه ربما يفضل نتنياهو أو إسرائيل على ما يفعله بشار الأسد في سوريا. أبو إيهاب، النظام السوري 40 سنة وهو حامي إسرائيل والآن هو يقتل شعبه. محمد جبريل، حسبنا الله ونعم الوكيل. جاسم الجياشي، من يتحدث باسم الوطنية. أبو حمزة، هذه الضربة ليست بداية لانفرادة كما يقول يوسف أفندي، وما هي إلا مصلحة إسرائيل. يعني ربما أبو حمزة يختلف مع المشارك الكريم معنا يوسف طمر الذي كان معنا من سويسرا. يوسف يتوقع أن تحدث انفراجة في الأزمة السورية بعد هذه الضربة الأمريكية، لكن أبو حمزة ربما يكون له رأي مختلف ويقول إن هذه الضربة لمصلحة إسرائيل. محمد محمد، كفى لعبا بالكلمة، الضربة كانت لسوريا، لا داعي للتشفي، سوف يأتي يوم تقولون فيه أكلت يوم أكلت سوريا. ربما محمد محمد ضد الضربة الأمريكية لسوريا، لكن محمد أرجو أن تبعث لنا برأيك، أين الحل؟ أين الحل؟ ومن يردع نظام بشار الأسد الذي يستهدف المدنيين مرارا وتكرارا على مدى 6 سنوات؟ ولو أردت أن تتداخل معنا فيا أهلا بك، أرسل لنا رسالة وسوف نقوم بالاتصال بك على الفور لتدلي بدلوك حول هذه القضية. علي حميدة، اللهم أهلك بشار قبل مجيء شهر رمضان. عثمان يقول، تم إبلاغ الجانب الروسي قبل القصف والذي بدوره نبه الجانب السوري، فما مدى تأثير ذلك على الضربة؟ ليست مسرحية. هو يقول يعني أن الجانب الروسي الذي تم إبلاغه من قبل أمريكا ربما نبه الجانب السوري، ولذلك خسائر الضربة كانت محدودة كما يرى المشارك الكريم عثمان. مراد يقول، والله هي مسرحية بين روسيا وأمريكا، أمريكا ضربت مطار خالي من الطائرات، لو أرادوا لقصفوا قصر بشار وأنهوا الأزمة. عبد الله محمد، ماذا عن الموقف المصري والجزائري من ما حدث اليوم في سوريا ومن الضربة الأمريكية للنظام السوري؟ مراد يسأل، المخلص ترامب، أو ربما يعلق، المخلص ترامب يلقن بشار الأسد درس، لكن ما هو الدرس؟ هل هو موجه إلى شعب سوريا بعد انتهاك سيادة التراب السوري؟ يعني مراد يعتبر أن هذه الضربة انتهكت سيادة تراب سوريا. في كل الأحوال
هذا رأيك يا مراد. ابن مكة، روسيا باعت صدام حسين واليوم باعت بشار بثمن بخس، لكن هل تعتقد أن الموقف الروسي قد تغير بالفعل أم ما زالت تدعم روسيا نظام بشار الأسد؟ أرجو أن توضح رأيك. رمان كنجو، هذا الحساب يقول ضربات أمريكا على مواقع النظام السوري كانت بتنسيق مع الحكومات الإيرانية والروسية معا، وذلك لإنقاذ بشار الأسد من المجزرة الكيماوية الأخيرة من تحرك دولي لمحاسبة الأسد. ربما هو يستخدم نظرية المؤامرة ويقول إن هذه الضربة تمت بتنسيق إيراني روسي، ولكن يعني هل تعتقد رمان بعد رد الفعل الإيراني والروسي الرافض لهذه الضربة على هذا النحو، هل تعتقد أن ثمة تنسيق كان موجودا بالفعل أم أن الضربة الأمريكية كانت مفاجئة؟ محمد رفاعي يقول نحن شعب سوري طيب وكريم، ونود أن الميليشيات الإيرانية والروسية وتطلع من سوريا والعراق والتي جاءت بأمر من بشار لتقتلنا. طيب دعنا نتوقف أو دعونا نتوقف متابعينا مع أحد المشاركين، محمد هلال مصري مقيم في كوريا الجنوبية. أهلا بك معنا سيد محمد. أستاذ محمد تسمعني؟ أستاذ محمد، طيب يبدو أنه لا يسمعني، أرجو أن تجرب مرة أخرى. أشكرك في كل الأحوال، وما زلنا معكم متابعينا على صفحة الجزيرة مباشرة على الفيسبوك في هذه التغطية المباشرة في أعقاب القصف الأمريكي قاعدة شعيرات بحمص بأكثر من 50 صاروخا، مما أدى إلى تدمير طائرات النظام السوري والبنية التحتية بهذه القاعدة العسكرية. مجلس الأمن من جانبه قرر عقد جلسة عاجلة اليوم لمناقشة آخر التطورات في سوريا. برأيكم متابعين، هل هذا القصف هو مجرد رسالة تهديد أمريكي لنظام الأسد للضغط عليه من أجل وقف استهداف المدنيين، أم ربما تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التصعيد العسكري الأمريكي؟ هل من الممكن أن تعيد هذه الضربة رسم خريطة التحالفات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالأزمة السورية؟ وماذا عن رد الفعل الروسي والإيراني المتوقع بعد هذه الضربة العسكرية الأمريكية؟ مضى أيضا عن مستقبل الأوضاع في سوريا، هل من الممكن الآن أن نتحدث عن تسوية سياسية وشيكة أم أن الوقت لا يزال مبكرا في انتظار مزيد من المشاركات والتعليقات حول هذه القضية التي نناقش معكم وهذه التغطية المستمرة معكم منذ الصباح حول تداعيات الضربة الأمريكية لإحدى القواعد العسكرية، قواعد النظام السوري في حمص. ارسلوا لنا برسالة وسوف نقوم على الفور بالاتصال بكم للمشاركة معنا على الهواء مباشرة في هذه التغطية. نتوقف مع بعض التعليقات التي وصلتنا حتى الآن على صفحة الجزيرة مباشر. حساب اسم عبد الحق يعتبر ما حدث مسرحية يتناول فيها الممثلون الأدوار، والهدف هو تدمير سوريا والقضاء على كل ما هو حضارة إسلامية، وفي النهاية الشعب السوري هو الخاسر طبقا لما يقوله. عمار يقول تجرؤ النظام المجرم على الطيران الإسرائيلي هو المفضل. رامي يسأل أين حكام العرب مما يجري في سوريا.
محمد علام التدخل العسكري هو الحل. حساب باسم حسدان عباس يحيي ترامب على هذه الضربة العسكرية التي لم تكن متوقعة ولكنها جاءت في التوقيت الصحيح كما يقول صاحب هذا الحساب أبو محمد أديراني. لقد قضت الضربة الأمريكية على بعض أدوات الجريمة ولكن لا يزال المجرم حرا طليقا. حساب اسم هاني يجب استمرار الضربات ومشاركة الدول العربية مثل السعودية والأردن فيها. أبو محمد أديراني لقد قضت الضربة الأمريكية على بعض أدوات الجريمة. لعل هذا التعليق قد قرأناه منذ قليل. حساب اسم تيام محمد نتمنى لو أن هذه الضربة كانت من حكام العرب على سوريا. محمد علام يقول الروس يولون مصالحهم على حساب دم أطفال سوريا. حساب باسم الحسين بوتين في امتحان صعب، يعتبر أن الرئيس الروسي في امتحان صعب بعد هذه الضربة الأمريكية. حساب آخر نحن مع أمريكا وربنا وفقهم في مواجهة الروس والطغاة. حساب آخر علي الطيب عفوا يقول عاش بشار الأسد. عبد الرب الوصابي أمريكا تبلغ الروس قبل الضربة بأربع ساعات وروسيا تبلغ إيران ونظام الأسد يتم أخذ كل التدابير والاحتياطات لاستقبال ضربة مسكنة لغضب الأمة الإسلامية. إذن هو يعتبر أن هذه الضربة هي مسكنة بعد ما حدث في خان شيخون. طيب دعونا نتوقف مع بيان الخارجية المصرية. يعني العديد من المشاركين تسألوا عن موقف مصر فيما يتعلق بالضربة الأمريكية على روسيا. وصلنا الآن بيان من الخارجية المصرية على حساب الخارجية المصرية على حساب الرسمي يقول تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تداعيات أزمة خان شيخون التي راح ضحيتها عشرات المدنيين السوريين الأبرياء بتأثير الغازات السامة المحرمة دوليا وما ترتب على ذلك من تطورات خطيرة. هذا بيان منشور تقريبا منذ 50 دقيقة. تؤكد مصر على أهمية تجنيب سوريا ومنطقة الشرق الأوسط مخاطر تصعيد الأزمة حفاظا على سلامة شعوبها وترى ضرورة سرعة العمل على إنهاء الصراع العسكري في سوريا حفاظا على أرواح الشعب السوري الشقيق ومقدراته وذلك من خلال التزام كافة الأطراف السورية بالوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى مائدة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة. وتدعو مصر كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية إلى التحرك الفعال على أساس مقررات الشرعية الدولية وما تتحلى به الدولتان من قدرات احتواء أوجه الصراع والتوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة السورية التي تفاقمت على مدار السنوات الست الماضية وتكلفة هذه الأزمة التي كانت تكلفتها باهظة من الأرواح وتشريد المواطنين السوريين واتساع رقعة التدمير هو الأمر الذي بات ملحا لإخراج سوريا من المنزلق الخطير الذي تواجهه وذلك انطلاقا من مسؤوليتهما تجاه حفظ السلام والأمن الدولي. إذن هذا هو البيان الرسمي الذي صدر عن الخارجية المصرية منذ نحو ساعة من الآن. ربما البيان دعا الطرفين الأمريكي والروسي إلى عدم التصعيد وحل الأزمة السورية من خلال القنوات الدولية ومباحثات الأمم المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل للأزمة السورية. لكن يبدو أن البيان لم يتطرق بشكل واضح إلى موقف مصر من الضربة العسكرية الأمريكية في سوريا. لازلنا معكم مشاهدينا ولازلنا بانتظار تعليقاتكم ومشاركتكم الحية على الهواء مباشرة في هذه التغطية التي
تتواصل معكم منذ الصباح حول الضربة العسكرية الأمريكية لإحدى القواعد العسكرية، قواعد النظام السوري في حمص، وما نتج عن ذلك من ردود أفعال إقليمية ودولية. هناك العديد من التعليقات التي وصلتنا حتى الآن. تعليق يقول: نبارك الضربة الأمريكية للنظام السوري الطاغية. محمد يقول: السلام عليكم، الله منصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. عبد الله الأفراح حساب، أو عبد العالي الأفراح حساب هذا الاسم: المجتمع الدولي وأمريكا ودول عربية يتحركون ببطء شديد، كان يجب أن يضرب بشار منذ زمن بعيد قبل أن يسقط كل هذا العدد من الشهداء من الشعب السوري. عبد الله محمد، تحية لقناة الجزيرة، الرأي والرأي الآخر، شكرا لك يا عبد الله، هذا هو دورنا. عمار: تجرؤ النظام المجرم على الطائرات الإسرائيلية هو المفضل. علي يقول: لماذا ننتظر أمريكا، هي التي تقصف، أين القوى العربية؟ لكن على النقيض علي الطيب يقول: إن بشار الأسد بطل. أسامة الصفدي يعني: نرجو أن نلتزم بأداب وقواعد الحوار متابعينا حتى نستطيع أن نعرض كل التعليقات وكل المشاركات التي وصلتنا حتى اللحظة على موقعنا على صفحة الجزيرة على فيسبوك. طيب، معنا أحد المشاركين، مدحت من مصر. أستاذ مدحت، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، تفضل. أنا الموضوع أصلا اللي مصار دلوقتي على القناة موضوع أصلا، يعني أنا شايف أنه من الخطورة أن التحدث وتناوله بجانب من الجوانب أو تأييد لجانب على حساب جانب آخر، لأن أصلا اللي بيحصل ده في ضرب سوريا هو تكملة للمخطط اللي هو تقسيم الشرق الأوسط، ومخطط تقسيمه إلى دويلات. فاحنا دلوقتي سننتظر، وانا كاتب في التعليقات ان القادم هو اسوأ، اذا كنا دلوقتي بنختلف في معارضة وجيش سوري. تحطيم الجيش السوري ليس من مصلحة احد، ده رأيي. لكن هل هو دور الجيش السوري سيد مدحت ان يضرب شعب ويستهدف الشعب على هذا النحو، حتى وصل الامر باستهداف المدنيين والأطفال في خان شيخون بالسلاح الكيماوي؟ هل هذا هو دور الشعوب؟ هل هذا هو دور الجيوش؟ يا سيد الفضل، يا سيد الفضل، أين لجنة تقصي عقار؟ سيادتك فين أتأكد من تحت هذه المجزرة؟ أنا في مادة علمية يعني خموها، طب أنت فين؟ الأمم المتحدة ما أرسلتش ليه لجنة تقصي حقائق؟ ما شفناش ليه من هو المتسبب في التفجير أو هذه المجزرة؟ لكن المجازر السابقة، وليكن مثلا ما حدث في الغوطة الشرقية عام 2013، استخدام السلاح الكيماوي من قبل النظام السوري، هذه المجزرة التي راح ضحيتها نحو 1500 من المدنيين أغلبهم أطفال ونساء، ربما الأمم المتحدة أدانت النظام السوري، وبناء على ذلك قرر مجلس الأمن سحب وتدمير السلاح الكيماوي من النظام السوري. يعني كل هذه المجازر ألا تدل على أن النظام السوري تجاوز كثيرا ضد شعبه؟ سيد مدحت، سيادتك بتقول مجلس الامن ولا امريكا؟ مين اللي وجه الضربه ل سوريا والجيش السوري؟ امريكا اخذت قرار من نفسها الى توجيه هذه الضربه. مجلس الامن هيطلع يا اما حلف الناتو يا اما قوى مشتركه دوليه. يعني حضرتك بترفض انفراد امريكا بالقرار، وكان يجب عليها ان تنتظر قرار من مجلس الامن. تمام، اذا وجد مجلس الامن ان باع
بعد طبعا الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات أن هناك مجزرة بالفعل وتحديد المسؤول عنها إذا كان نظام الجيش السوري هو المسؤول. وبعد التحقيقات والتحريات يبدأ مجلس الأمن بعرض هذا مثلا على حزب الناتو أو على قوة مشتركة زي ما قلت حضرتك بتتكلم من مصر يا أستاذ مدحت. دعني أسألك عن رأيك في الموقف المصري. يعني منذ قليل عرضنا بيان الخارجية المصرية حول ما حدث اليوم في سوريا من هذه الضربة العسكرية التي استهدفت إحدى قواعد النظام السوري. مصر لم تدن ولم توافق على هذه الضربة، ولكن دعت كل الأطراف بالتحرك على أساس مقررات الشرعية الدولية. هل تعتقد أن الموقف المصري ربما يكون في حرج أن مصر حليف لروسيا وفي نفس الوقت ما زال يعني الرئيس السيسي عاد توا من مقابلة مع دونالد ترامب؟ هل تعتقد أن الموقف المصري في حرج؟ الموقف المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي سيختار موقفه بحكمة، فالموقف هذا يرجع إلى النظام السياسي، ولكن أنا بأتكلم عن رأيي في هذا المشهد. أما النظام السياسي في مصر ده في طبعا استراتيجيات هم بيتبعوها، بيتخذوا الخطوات التي تكون في صالح القضية وفي صالح الشعب المصري أولا. شكرا لك أستاذ مدحت، وضحت وجهة نظرك. أشكرك على هذه المشاركة. مدحت كنت معنا من مصر، شكرا جزيلا لك. نتوقف مع بعض التعليقات التي لازالت تردنا في هذه التغطية التي تأتيكم على ثوائي مباشرة على صفحة الجزيرة مباشرة على فيسبوك حول هذه الضربة العسكرية الأمريكية التي استهدفت إحدى قواعد النظام السوري في حمص. إسماعيل يقول هذه الضربة السورية ننتظر الضربة الغادرة للموصل. بشار عميل الروس وحساب باسم عمار عمار، وأتوقع هذه الضربة لإجباري على الحل السياسي. حساب باسم أمين، هي استعراض قوة لتوضيح الصورة لروسيا وإيران وكل مدافع عن نظام سوريا المجرم بأن السكوت على الجرائم أو عهد السكوت على الجرائم قد انتهى. حساب باسم العرندس، الضربة الأمريكية ليست أخلاقية لكنها مصلحية، وكان لابد لهم من عميل آخر غير غدار. هذا هو رأي العرندس بالتأكيد. حساب باسم محمد، كلها مصالح وسياسات دول ظواهر فقط، ولكن ما خفي كان أعظم، كانت ردود الفعل لامتصاص غضب الشارع وربما لاستعراض جرأة الرئاسة الأمريكية الجديدة. حساب آخر باسم علي الطيب يقول عاش بشار الأسد من مؤيدي النظام السوري. علي عبد الحميد، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. محمد يقول أين العرب. إذن التعليقات ما بين مؤيد لهذه الضربة العسكرية الضربة العسكرية الأمريكية لإحدى قواعد النظام السوري، ومتفائل بنتائج هذه الضربة التي ربما تدفع النظام السوري إلى عدم استهداف المدنيين مرة أخرى في سوريا، وربما تضغط عليه من أجل إتمام اتفاق لانتقال سياسي في سوريا خلال الفترة المقبلة. هذا من وجهة نظر المتفائلين. أما ربما المتشائمين يرون أن هذه الضربة لن تقدم ولن تؤخر، وسيستمر النظام السوري بدعم روسي في استهداف المدنيين. ربما هناك بعض المتشككين في أهداف هذه الضربة بالأساس. في كل الأحوال حاولنا أن نستعرض كل وجهات النظر وكل المشاركات التي أتتنا حتى اللحظة. بالتأكيد التغطية متابعينا متابعي الجزيرة مباشرة على صفحة الفيسبوك مستمرة لهذه الضربة العسكرية الأمريكية وتداعيات هذه الضربة على سوريا وعلى المنطقة خلال الأيام المقبلة. نشكركم جميعا على
مشاركتكم، دمتم جميعا في أمان الله.